اكمني بهواكي ضيعت وياكي عمري في ليل الحب، لا تكوني نسايا يا سكنة جوايا عشقك يا ست الحسن. امتى هنتلاقى نتلاقى مشتاق ومشتاقة مشتاقة؟ اكمني 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 بهواكي. التوفيق الجميل كانت حلوه. التوفيق. عارف هيثم، لقطه التسعينات دي يعني جميله، وما اعرفش ليه كلنا عندنا نوستالجيا للتسعينات. احلى الفترات واحلى الحان. مكتوب يا حبيبي تاخدني، مكتوب في هواك توعدني، مكتوب اجي اقرب منك الاقيك انت بتبعدني. مكتوب 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 على قلبي هواك، داري رموشك عني وداري داري داري، ليه بتحب تزيد في ناري ناري ناري، قلبي مسلم ليكي عاشق من اولها، مش محتاج عنيكي تكويني بجمالها، ارجع تاني واقولي قلبي حبك داري عاشق عمره في ظلك راسم عينك داري، داري رموشك عني وداري داري داري، ليه بتحب تزيد في ناري ناري ناري. هيثم هتتضايق لو انا قعدت اقول اسئله؟ يعني ده ارهاق عليك. لا خالص بالعكس، دي من احلى الفترات اللي انا بحبها. طيب طلعت زين فاكره ولا مش فاكره؟ طبعا رحمه الله عليه ربنا يرحمه. فاكر له ايه؟ تعالى 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 يا حبيب العمر، تعالى 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 يا حبيب العمر، تعالى جابوا قلبي وقلبك حب عاشوا بتيجي بكل خير. الله يرحمه، كان صوت مميز وانسان مميز وفنان مميز وكل حاجه بصراحه.